بالتأكيد الاثنين، يعني الدولة هي ضامن للعدل بين العامل وصاحب العمل. يعني الدولة عبارة عن حكم ما بين العامل وصاحب العمل، فدورها دور مهم جدا، وخاصة ان هي دايما الجانب الأضعف هو العامل. فالعامل لما بيلجأ لمين؟ للحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة. فبالتأكيد الحكومة دورها انها تحمي الضعيف مش القوي، والضعيف هو العامل. في نقطة التطوير والصناعة نفسها، شايف ان الدولة بالتأكيد صناعة أهدرت من 91 ويعني سواء كانت بقى أهدرت بفعل فاعل أو بمرور الزمن، أعتقد أن هي مش بين يوم وليلة هتتصلح، لكن إحنا عندنا أمل في الخطة اللي مقدمة، والخطة دي يعني قدمها مكتب كبير ومكتب متخصص، وعندنا أمل كبير أنها خلال 3 سنين أو 4 سنين على الأكثر تكون انتهت هذه الدراسة. يعني هو المكتب اللي عمل الدراسة الأخيرة من غزة النسيج متخصص في صناعة غزة النسيج؟ لا، مكتب يعمل دراسة للتطوير. تقول يعني طبعا ده مكتب مكاتب متخصصة لتطوير الصناعات. هو بيقيس نقاط القوة والضعف في كل في الصناعة اللي بيعملها، وبيبتدي يعمل دراسة على كده. المكتب اللي عمل دراسة غزة النسيج الأخيرة متخصص فعلا في الحاجة دي؟ عشان الجهة التانية برضه في كلام الأسماك ما كانش متخصص. متخصص في التعديل. لا، هو في مناقصة اتعملت وتقدمت مكاتب، وكانت في شروط محطوطة للي يقع عليه المناقصة، واعتقد ان المكتب اللي وقع عليه المناقصة كان الشروط منطبقة عليه.